فيلم صعب انتاجيا، اخذ منه مجهود كبير جدا، عدد ايام تصوير كتير في ثلاث دول مختلفه، صورنا في مصر في لبنان في رومانيا. هم فريق يعني تحطيه في اي ماتش يكسب يعني صراحه، هو فريق يعني هايل. هم صايعين فعلا، هم ناس صايعه فعلا. وطبعا بقول ان عملوه ده حاجه حلوه على فكره، انا مش اكيد مش بشجع فكره الهجره غير الشرعيه. الصحفي استاذ محمود شوقي اللي هو موجود معانا النهارده الحقيقه، هو عمل مجهود كبير قوي في النقاشه دي، التحقيق الاصلي اللي فجر القضيه دي اصلا هو الفضل بيعود ليه يعني. حفظي برحب بيك معايا في وان تيك، الف مبروك على فويا، والا شجع حفظي انه ينتج فيلم فويا. انا اي فيلم بنتجه بيبقى فيه الاول حاجتين هما بالنسبه لي بتبقى نقطه الانطلاقه، يعني ايه اللي خلاني اتحمس لاي فيلم، هو المخرج والسيناريو، الورق، التناول بتاع الموضوع، مش مجرد الفكره، لان الفكره طبعا انا يعني ما صدقتش ان ده حصل في الحقيقه، ان في ناس يعني او شخص فكر ان هو يعمل نفسه اعمى عشان يسافر عشان يهاجر او يروح اوروبا. يعني بالنسبه لي ان الناس لجأت لحيله زي دي عشان توصل لده، ده بالنسبه لي كان في نوع من العبقريه حتى في الفكر يعني. لكن لما تحكي قصه زي دي محدش بيصدق ان ده حصل في الحقيقه، فتخيلي بقى لما تحكيها في فيلم سينما. هم صايعين فعلا، هم ناس صايعه فعلا. وطبعا مش بقول ان عملوه ده حاجه حلوه على فكره، انا مش اكيد مش بشجع فكره الهجره غير الشرعيه، بالعكس، لان مش كل الناس اللي بتعمل ده بتسعى الحقيقة افضل، لكن بيلاقوا بالفعل الحقيقة افضل. لا مش شرط، لا يعني وناس كتير قوي هجرت وعرفت ان يعني يمكن ده كان اسوأ قرار ممكن يعملوه، في ناس تانية ربنا وفقهم وربنا فتح عليهم. لكن في الاخر انا مش ده اللي يهمني، انا اللي يهمني ان احنا نحكي قصة بالرغم ان هي مستوحاة من احداث حقيقية، احنا بنحكيها بشكل من وحي خيال المؤلف شوية، لان القصة الحقيقية نفسها ما كانتش معروفة قوي، وكانت قصة الى حد كبير فيها غموض يعني حصل محاكمات وحصل تحقيقات وناس اتسجنت وناس، لكن الناس اللي هربت فضلت هربانة فعلا. وده على فكرة الصحفي استاذ محمود شوقي اللي هو موجود معنا النهاردة الحقيقة، هو عمل مجهود كبير قوي في النقاشة دي، التحقيق الاصلي اللي فجر القضية دي اصلا هو الفضل بيعود ليه يعني، وعشان كده احنا حاطين له شكر كبير في الفيلم صراحة. فيعني فاحنا انا بحب القصة الحقيقية لما تكون التناول تاعها تناول سينمائي وممتع يعني. ايه الاصعب حاجة او التحديات اللي واجهتك كمنتج يا محمد؟ التحديات الفيلم صعب انتاجيا، اخذ منه مجهود كبير جدا، عدد ايام تصوير كتير في ثلاث دول مختلفه، صورنا في مصر في لبنان في رومانيا، يعني فكان فيلم على المستوى الانتاجي كان فيه تحديات كبيره يعني. مع فراج ونيلي وبسانت وبيومي يعني مجموعه كبيره، وطاها، احكي لي كده عن تجربتك معاه. هم فريق يعني تحطيه في اي ماتش يكسب يعني صراحه، هو فريق يعني هايل يعني كممثلين وكنجوم وكروح عمل يشتغلوا كفريق واحد، وكلهم صراحه يعني واستاذ محمد عبد العظيم، امجد، استاذ لبنى ونس، يعني صراحه مجموعه متناسقه جدا بقياده مخرج واعي جدا، وعشان كده ان شاء الله الفيلم يطلع اتمنى الناس تحس ان هو على قد المستوى يعني. ما ينفعش تبقى معايا وما اسالكش عن سفاح الجيزه. انا سعيد جدا بالتجربه دي، انا يعني هو عمل اصلي لشاهد، بس احمد فهمي صديق كبير، المنتج طارق نصر صديق وحد بتعاون معاه، يعني انا صحيح ماليش علاقه بالموضوع، لكن انا بشجع التجربه دي جدا لان هم عملوا حاجه مميزه جدا صراحه. كعين مشاهد ويعني متفرج انت حلقتين بس صراحه، بس اعجبت جدا بالحلقتين وهكمله، لان يعني صراحه موضوع معمول باتقان شديد. هادي الباجوري يعني من الناس اللي بحب اشتغل معاهم جدا، وصديق يعني وفنان صراحه. شفت الهجوم اللي حصل على داليا شوقي ازاي؟ يعني ردود الهجوم بسبب رياكشنات المشهد بتاعتها، شفتها ولا لا؟ لسه انا كنت مسافر، كنت في تورونتو قبل كده، كنت في فينيسيا، يعني كنت عندي لفه مهرجانات كده، فما تابعتش قوي اللي بيحصل 10 ايام الاخيره دي، ف ان شاء الله. اللي بتحضر له جديد يا حبيبي؟ انا بصور فيلم دلوقتي مع مخرجه جديده اسمها جيلان عوف، بطوله ياسمين رئيس، ومعنا احمد خالد صالح واسماء جلال و البحث على الفستان الابيض، بالظبط، ويعني مجموعه من الفنانين برضو اللي بحب اشتغل معاهم جدا، وايه تاني وبس ده، وعندي ان شاء الله القاهره مكه ينزل السنه دي اخيرا بعد كل العطله اللي حصلت يعني، فاتمنى ان شاء الله انه يبقى قبل اخر السنه يبقى بيطرح في دار العرض. وكمان فيلم هجان اللي كان في يعني فيلم سعودي بس مخرج مصري وجهه انتاج مصريه مع الجهه السعوديه وكمان كاتب مصري، فيعتبر عمل مصري سعودي يعني، فيعني ان شاء الله ينزل السنه دي. وكمان فيلم تاني مع المخرجة فاطمة البنوي برضو انتاج مشترك معاها واخراجها وتمثيلها، ويعني ففي يمكن اربع افلام نازلين السنة دي ان شاء الله يعني قبل اخر السنة ان شاء الله. الله يبارك. شكرا.